ما تقعد يا ابني وطرتني اكتر ما انا متوتر اصلا. بقول لك ايه سيبني عشان انا متوتر جدا، وانت ما تعرفش ان السنه دي بالنسبه لي تبقى ايه. انت ما تعرفش السنه دي بالنسبه لي قد ايه انا صارف ومكلف ودافع دم قلبي، مش ناقصه توتر اكتر. انت عارف لو جبت اقل من 99% على الطلبات يعني شيء قهوه لمسون على حسابي لا اتبغى منك وانا بتلكك اصلا. لا ما تقولش مش هتلحق تتبغى مني اصلا عشان هكون انتحرت لو جبت اقل من 99%. هتموت كافر. بقول لك ايه انت ما تعرفش انا تعبت وسرت وذاكرت قد ايه، وانت ما تعرفش دفعت وشقيت وتعبت قد ايه. يعني لو هتنتحر يبقى خدني معاك ما تسيبنيش لوحدي. حرام على فكره بعد كل دوت ننتحر ونموت قفا ونخسر دنيا واخره، ده يبقى في كميه الجهل. عندك حق. في ريحه شياط، سمعت ريحه الشياط؟ سمعت ريحه الشياط؟ سمعت اقصد شفت ريحه الشياط؟ شفت ريحه الشياط بناقص الثانويه اللي تعمل فيك كده يا ابني. جيت لكم من المستقبل المخيف المرعب المظلم عشان ابشرك يا ابو الالمان انك هتجيب 51%. يا شماتة عمك اسماعيل فيا. يابا انت هتصدق صقرهم؟ كيف عرفت اسمي يا ولد؟ سمعت عنك صقرهم. هناك شيء ما قد حدث، سوف اتي عم شغيل. بس حلو 51% كده تخش ضابط او كليه حربيه وتقبض لي على عمك اسماعيل الحرامي. محتاجين واسطه لا اما ابويا او عمي او خالي يكون في وزاره الداخليه. حب ابشرك يا ابو الالمان انك مش هتجيب 51% وهتجيب 101%. سقوهم ده بقى بكميه الرجوله والعقل والسيطره. ربنا يبشرك بالخير يا سقوهم. كده تخش كليه طب وزل عمك اسماعيل الحرامي. لا هناك شيء اخر، سوف اتي عن قريب. طب مين يابا كده؟ احنا محتاجين فلوس كتير ومحتاجين شغلانه جنب التعليم وتعب وشقه. للاسف هتسقط يا ابو الالمان. صقرهم ده في كميه المعاله والجنان والكذب. يا ضيعتك يا ابو الالمان، شو اهانتك لعم اسماعيل. ايه يا حاج ما تبقاش انت والزمن والثانويه على ابنك، بعدين ابنك ذاكر وعمل اللي عليه فقول الحمد لله. لا انا كده مستقبلي ضاع، تعبي وسهري الليالي ضاع، كله ضاع. انا هنتحر من فوق ضرفه البلكونه دي. الولد جنى صقرهم. انا فلوسي راحت وتعبي وشقايا راح، كله راح كله راح. لا حول ولا قوة الا بالله. الدنيا ما وقفتش، وانت ما تقيمش نفسك وتخلي كل قدراتك مجرد ورقة ملهاش لازمة ولا تعني لقدراتك اي شيء. تأكيد بتهزر. ليه بتحطم كل احلامكم وحياتكم على ورقة؟ مجرد ورقة. جهدك وتعبك وسهرك مستحيل يبقوا في الورقة دي. الدنيا وقفت خلاص. ما وقفتش، خصوصا انك في بلد اصلا التعليم بتاعها مش معترف بيه انه تعليم اساسا لكمية الجهل اللي فيه. عارف انا تعبت وسهرت وذاكرت قد ايه؟ عارف ومقدر اللي انت فيه. بغى الشهاده بالنسبه لهم لا تعني اي شيء، بدل عندك انت القدره على العمل او المجال ده فليه ما تشتغلش فيه؟ غيرك نجح وتفوق من غير شهادات ولا اي شيء. فهمت؟ بره مش هنا. ما عادش لينا مستقبل في البلد دي. ايه؟ هتيأس وتعاقب جنب الحيط؟ كل ده مجرد مضيعه للوقت وبس، الدنيا مش هتوقف على وقت. وقفت خلاص. ما وقفتش، وبدل انت ذاكرت وتعبت وصرت فليه زعلان؟ مش ممكن لو كنت نجحت كنت اتغريت او خدت مقلب في نفسك او اتحسدت؟ ومش ممكن ربك كاتب لك اللي احسن؟ ربك هيعوض. ربنا يعوضنا خير ان شاء الله. قوم فكر ازاي تطلع من اللي انت فيه، وخليك عارف ان الدنيا مش هتقف على ورقه ولا حد، والنجاح والتفوق مش ورقه اللي هتحدد ده. الله ينور عليك يا صقرهم. شفت؟ اخلعني بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحس ان الولا صقرهم ده بيشتغلنا مش كده؟ هو سمعنا ولا ايه؟ شفت حاجات وحالات غريبة. شفت ايه؟ شفت اهالي وطلاب بتنتحر واللي في المستشفيات واللي مش راضيين باللي ربنا كاتبه لهم. انا هنتحر يا صقرهم اهو. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم، فمن غضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. انا جئت في كلامي وخلاص مش هنتحر وارضى باللي ربنا كاتبه لي. وقدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل. الناس شكلهم نسيوا والله اعلم ان في حاجه اسمها اشتراك في القناه، واهم حاجه تفعيل الجرس على الكل، ولايك وشير ورايك في الكومنت فضلا وليس امرا. شكرا. السلام عليكم. استنوا لسه.